نظراً للتقييد المؤقت لحركة تنقل الأشخاص بسبب وباء كوفيد-19، عملت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بتعاون مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووكالة التنمية الرقمية على وضع رهن إشارة المغاربة المقيمين بالخارج منصة رقمية كتضمنهم الحصول على الخدمات القانونية والقضائية وكتقربها لهم أكثر. هذه المنصة الرقمية الهدف منها حجز المواعيد والتواصل عن بعد مع قضاة وخبراء قانونيين وأطر إدارية مختصة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 يونيو و 15 سبتمبر 2021، وغادي نعملوا على الاستدامة ديالها. الاستعمال ديال هذه المنصة بسيط، باش تاخذوا موعد زوروا الموقع www.mdcmre.rdv.gov.ma ثم تخطو على زر أخذ موعد، اختاروا الإدارة والمصلحة المعنية بالطلب ديالكم ثم موضوع ونوع الخدمة اللي محتاجين تقضيوها أو تسولوا عليها، مع العلم أن لائحة المصالح كتختلف من إدارة إلى أخرى. الخطوة الموالية هي اختيار الموعد، فين يمكن لكم تختاروا التاريخ والتوقيت اللي كيناسبكم حسب توقيت العمل الإداري. وأخيرا كتبقى مرحلة الموافقة، فين خصكم تملؤوا الخانات الظاهرة بالمعلومات المناسبة ثم ضغطوا على زر الموافقة على حجز الموعد، وكتحصلوا على كود أو رمز تأكيد خاص بكم. وفي نفس الوقت غادي توصلوا برسالة على البريد الإلكتروني اللي دخلتوا كتضمن على جميع المعلومات الخاصة بالموعد ديالكم. قبل تاريخ الموعد اللي خديتو يمكن لكم في أي وقت تطلعوا على أي تغيير يمكن يوقع فيه أو حتى تلغيوه، وذلك باستعمال نفس رمز التأكيد الخاص بكم. للقيام بذلك زوروا الصفحة الرئيسية لبوابة بموقع الوزارة وضغطوا هذه المرة على زر تتبع موعدي، ملؤوا الخانات الظاهرة بالمعلومات المطلوبة ثم قوموا بأي إجراء من الإجراءات المتاحة لكم. بنفس الطريقة يمكن لكم أيضا الدخول إلى الاستشارة عن بعد فاش يوصل الوقت ديالها. هذه الاستشارة غادي تتم عبر تقنية الفيديو مباشرة على البوابة بلا ما تحتاجوا تزوروا أي رابط آخر، وذلك بهدف ضمان خصوصية ديالكم والحفاظ على معلوماتكم الشخصية. هذه المبادرة اللي دارتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بتعاون مع المتدخلين في مرفق العدالة كتندرج في إطار رقمنة الخدمات وتقريبها من المواطن، وغادي تمكن أي مغربي أو مغربية مقيمة ومقيم بالخارج من الحصول على الأجوبة على أسئلتهم القانونية والقضائية مباشرة من عند خبراء في المجال فيما كانوا وبكل سهولة.